بعض ليش اتباعه. تفتح ملفات قاعد يجي عبرت وراحت؟ انت تقول الان خوف من سلاحهم بالمستقبل. إذا يعني مثلا راح امثل لك واحد خطف اخوه، راحوا 1500 واحد بسبب اخوه فقط مثلا، ها اعتبرها ميليشيا وقعها. هاي شو وقت؟ هاي بال 2007 6 8 هيك. انتوا ايضا متهمين وبقتها بهاي. ما هو قلت لك احنا متهمين ولا زلنا نحمل وزرها. انا شحكيت قبل دقيقتين ثلاثه مع انه مو نحن المتهمين، المتهمون هم من انشقوا عنا، من عصونا، من ذهبوا واتبعوا غيرنا. هي يعني المشكله، بس من يصدقك ما حد يصدقك.